بهالفيديو رح نعرف انه احداث بلود اوف ذا ديد وموب اوف ذا ديد كانت كلها من ورا الشادو مان، ونحن اللي سويناه بحل لغز بلود اوف ذا ديد بعد ما قتلنا ريكتوفن. هاد كله كمان من ورا خطه الشادو مان نفسه، وشادو مان هو الشيطان او ابليس بعالم الزومبي. فاي فيديو فيه معلومات جدا رهيبه، خلينا نبدا. سالك حرب شباب، معكم شركيال وشركة كيف، جاركم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم فيديو جدا جدا مهم لقصة الزومبي، لقصة الايثر. فيديو اليوم راح نفهم شو اللي صار بموب اوف ذا ديد وببلود اوف ذا ديد ومين المتسبب فيهم. الشادو مان مثل ما شفتوا بداية الفيديو، بس راح تعرفوا تفاصيل اكتر، وراح نشوف انه كسران الدائرة كله هاد من شغل الشادو مان. فبالتالي كيف الناس اكتشفوا هاللغز؟ لما تحل لغز ماب بلود اوف ذا ديد وخلاص تاخذ التروفي وتحلها وتفوت الجيم اللي بعده، في بعض الراديوهات راح تقدر تسمعها، وهالراديوهات ما راح تقدر تسمعها الا اذا حليت اللغز. المهم هالراديوهات راح تسمع فيها حارس السجن اللي بضل يلاحقنا قبل لا يتحول الحارس على هيئته اللي بنشوفه ببلود اوف ذا ديد. كان انسان عادي بنسمعه قاعد يتكلم مع واحد، وهالواحد ما نعرف اي شيء عنه. بس لو تستعمل الشيلد اللي ببلود اوف ذا ديد وتعمل هولد بالشيلد، راح تسمع صوت الشخص الثاني اللي قاعد يتكلم معاه، واللي هو الشادو مان. فايه الشادو مان قاعد يتكلم مع الحارس وهو بحكي له على الخطة هاي كلها. ففي معلومات جدا جدا رهيبة. فكيف راح اسوي الفيديو؟ راح اشغلكم، هم اربع راديوهات، راح اشغل راديو مترجم للعربي بشكل كامل، وبعدين بعد الراديو اتكلم، بعدين اشغل الراديو اللي بعده مترجم للعربي وبعده اتكلم. بس قبل ابدا الفيديو حاب اشكر الاخ جيم اندرسكور سيكريت، راح تشوفوا حسابه موجود بالوصف، هو اللي ساعدني على الترجمه. هو تقريبا ترجم 90% من الكلام. فاتمنى شباب تروح على حسابه على تويتر يحمل اشياء عن الزومبي، معظم اشياء الزومبي حملها مترجمه. فاتمنى تشيكوا اول لينك بالوصف، راح تلاقوا رابط حسابه على تويتر، تروحوا اقل شيء تسووا تعملوا له فولو على التعب اللي تعبه معي بهالفيديو. ملاحظة بسيطة مشان تفهموا الراديوهات، الحارس او مأمور السجن هو اللي بيلاحقنا بمو اوف ذا ديد وبلود اوف ذا ديد، ما شفناه على هيئته البشرية، هو مثل رئيس السجن او مأمور السجن. وستانلي اللي بنشوفه بكاتسين موب اوف ذا ديد اللي بيكون حارس على الابواب، هذا مجرد سكرتير او حارس بسيط قدام هالحارس الكبير. فلا، ستانلي اللي بنشوفه بكاتسين موب اوف ذا ديد مو هو البروتوس اللي بيضل يلاحقنا بموب اوف ذا ديد وبلود اوف ذا ديد، لا، اللي بيضل يلاحقنا هو الحارس الضخم اللي الحين رح نسمع صوته قاعد يتكلم مع الشادو مان، وراح نسمع صوت ستانلي اللي بنشوفه بكاتسين موب اوف ذا ديد قاعد يتكلم مع الحارس كل شوي. فيلا خلينا نبدا. Today is a red letter occasion. I sit in my sanctuary, brandy in hand, overlooking my prize. My prison. Mine. A temple of concrete and corrupted flesh, tilting on the axis of hell itself. Oh, it is beautiful. But now the island is open. A full year early, thanks to me, and its true purpose, our purpose, written in the apocryphal pages of history, pulled from the flames of ignorance. Oh, yeah, glass. The first drop of blood. Of course, it should be my own. Not too much now. Not yet. Oh, early to bed tonight. Tomorrow, I will be reborn. What am I doing wrong? Nothing. Every interpretation by every scholar I have made real in flesh and blood, and still the Dark Ones remain silent. They are deaf, blind, and dumb wherever it is they reside in the fabric of reality. Have I not bled the wicked? Have I not placed the markers on the proper lines? What more? What more? I am tired, and I have grown so very disturbed waiting for the release that was promised, but I fear will never be delivered. Because they do not exist! No! Wretched are the thralls who despair in darkness. Wretched, wretched, wretched! The work will continue, with or without the Illuminati.
All they do is talk and scheme and pass judgment on methods that they deem unorthodox. What the hell with their protection? I will awaken this island, even if it takes every last soul in her walls. If I fail, I will be locked in here and soon join them all in hell. طيب هون بنشوف حارس السجن قاعد يحاول يسوي طقوس شيطانية. عم بيحاول يسوي طقوس شيطانية، عم يجرح حاله بالدم، عم بيحط علامات معينة وما في شيء عم يزبط معاه. وكل الطقوس الشيطانية اللي عم بيسويها على أمل إنه يحول الجزيرة، يعني نوعا ما هو بيعرف إنه لو نجحت الطقوس سبعه رح يصير هو المسيطر على هالجزيرة، وفعلا بالأخير بصير هو الحارس الوردن على هالجزيرة بعد لما نلعبها ببلود أوف ذا ديد أو مو أوف ذا ديد. فأي هو بده يحولها وقاعد يسوي طقوس شيطانية بس ما في أي شيء عم يشتغل معه. وكدليل على الطقوس الشيطانية لما نروح نشوف غرفة الحارس ببلود أوف ذا ديد بنلاقي على الحيط كلها كتابات غريبة. هالكتابات كلها كتابات الأبوثكن. الأبوثكن بعالم الزومبي والطقوس تبعهم هي الطقوس الشيطانية. فمنشوف كتابات ودم بكل مكان بغرفة الحارس ببلود أوف ذا ديد، ومنشوفه بهالراديو عم بيحاول بس ما في أي شيء عم يزبط معاه، ويعني شبه فقد الأمل إنه قاعد يسوي كل الطقوس ويجرح حاله ودم وما في أي صوت عم بيتكلم معاه. وآخر شيء بيقول إنه تبا للماثونية، إنه هالحركات معلمين عليها الماثونية. الماثونية هم اللي معلمين الطقوس الشيطانية اللي يسويها، وقاعد يتبع خطواتهم خطوة بخطوة وما في شيء عم يزبط معاه. فآخر شيء قال أوكي رح أسوي الطقوس اللي خاصة فيني، أو ما رح يتبع كلام الماثونية بالحرف، رح يحاول يبلش يسوي طقوس من عنده. ولو تتذكروا كان عنا لودينج سكرين جديد لماب ناخد دير أنتوتن ميكس مع موب اوف ذا ديد او بلود اوف ذا ديد، طلعنا من احد اجزاء الكوميكس السنه الماضيه. واللودينج سكرين هداك بنشوف فيه انه في شخص جالس وقدامه مثل شموع وقدامه مثل وجوه غريبه، فانه واضح انه قاعد يستحضر ارواح او يستحضر شياطين او يسوي جن او شيء من هالكلام. فالحين عرفنا شو مين هالشخص، شو اللي كان قاعد يسوي. هذا هو الحارس نفسه قاعد يسوي طقوس شيطانيه معطيه له من الماسونيه، وقاعد يحاول يحضر شياطين او شيء من هالكلام ليحول الجزيره وتصير تحت سيطرته. No! Contraption! Hear me. Yes, yes, I can hear you. Apologies, my lord. I am here. Calm, faithful warden, calm. I bring glad news. The world that you seek is near at hand. Oh, thank you, my lord. Thank you. I've done my best to prepare the way. Please, where are you now? Hidden, trapped, waiting. I see. Tell me what I must do. Four souls in your possession for arriving soon. With the first, you will transform the island. Salvatore De Luca, Finn O'Leary, Billy Handsome, Al Arlington. Salvatore... Finn, Billy, Al. Yes, my lord, I know these names. Their sins shall be their undoing. Their eternal punishment through your sacrifice will ensnare another. His ultimate reckoning. A trap for another. Forgive my ignorance, lord, but how will I know what to... Sir, it's me, Stanley. We have a situation. Damn the situation, Ferguson. You handle it. I am not to be disturbed. Wait. Listen. I'm real sorry to interrupt your prayers, sir. But there's been a murder up on the roof. It's Al Arlington. Arlington? Yes, sir. Part of some kind of botched escape attempt. We got Sal De Luca and his two cronies in custody. Looks like it is them. I'll be right there. I'll be right there. بعد ما كان بيفقد الأمل اتكلم معاه شخص اللي هو الشادومان. فهون تأكدنا انه الشادومان هو الشيطان بعالم الزومبي. كل هالطقوس اللي علمته يا الماثونية والدم والكلام كله عشان يسمح للشادومان انه يتواصل معاه. وشادومان استغل هالفرصة ليتكلم مع الحارس، نفس الشيء بالضبط اللي صار مع شادو اوف ايفل عن طريق السحر اللي كان يسوي شخصية نيرو السحر الأسود. شخصية شادومان قدر يتواصل معاه ويدخل عالمهم. هون نفس الشيء بالضبط.
وشادو مان بيحكي له انا محبوس حاليا، قصده انه محبوس جوا السامونين كي بهالوقت بعد سبونو شيما قبل جورد كروفي. السامونين كي لمارك توفن في روح الشادو مان. بعدين شادو مان بيقول للحارس انه في اربع اشخاص اللي هم شخصيات موب اوف ذا ديد، مايكل فين اوليري، سال دالوكا، بيلي هانسوم، وآل أرلينتون اللي هو ذا ويزل. بيحكي له هالأربع شخصيات أو الأربع أشخاص راح يكونوا عندك موجودين بالسجن، وباستعمال خطاياهم راح تحول هالجزيرة. فشادو مان عم بيحكي له باستعمال ذنوب هالأربع شخصيات هدول، باستعمال خطاياهم راح تقدر تحول الجزيرة، وراح تقدر تجهز لهم حساب آخر. فبالتالي اللي عم يحكي إنه باستعمال ذنوبهم لأربع شخصيات موب أوف ذا ديد، اللي ما يعرف أربع شخصيات موب أوف ذا ديد كلهم شغل عصابات ومجرمين ومنهم قتالين، فباستعمال ذنوبهم باستعمال خطاياهم قدر شادو مان باستعمال الحارس والسحر إنه يحول البعد تبع موب أوف ذا ديد أو السجن القطراز لبعد كامل بتحكم الأبوثيكن. نفس الشيء بالضبط بشادو أوف إيفل. بشادو أوف إيفل باستعمال ذنوب الأربع شخصيات اللي هم الشرطي الفاسد اللي كان يقتل، الساحر يلي قتل زوجته، المصارع اللي كان يستعمل نكل وكان يسبب أضرار جدا قوية لمنافسي، والممثلة يلي قتلت الشخص اللي كان يهدد انه يفضحها. فباستعمال ذنوبهم للأربع شخصيات هدوليك شادو مان قدر يحول عالمهم كله لعالم تحت حكم وأمرة الأبوثيكن. نفس الشيء هون بالضبط، باستعمال ذنوب أربع شخصيات موب أوف ذا ديد قدر يحول عالمهم. بشادو اوف ايفل سهل له هالكلام كله السحر اللي كان يسوي شخصية نيرو بموب اوف ذا ديد او سجن القطراز. هون اللي سهل له هالكلام هو السحر اللي كان قاعد يسويه حارس السجن. بعدين ستانلي اللي بنشوفه ببداية كتسين موب اوف ذا ديد بيحكي للحارس انه اسف على مقاطعتك، بس صارت فيه جريمة قتل على السطح. جريمة القتل هاي اللي بنعرفها اللي صارت بموب اوف ذا ديد، يلي هي انه كانوا الشخصيات عم بحاولوا يبنوا طيارة للهروب قبل لا يكون في زومبي، قبل لا يكون في اي شيء، كانوا عم بحاولوا يبنوا طيارة للهروب وبتفشل الخطة تبعهم، وثلاث شخصيات بيقتلوا ذا ويزل او آل أرلينتون، وبالتالي بيتم اعدامهم باستعمال الكراسي الكهربائية. موتهم بيكون البداية لتحويل الجزيرة، ماتوا بس أرواحهم لسه موجودة وبتكون هاي هي البداية. وبعدين لو تنتبهوا شادو مان حكاله إنه هالشي كله نبي نسويه مشان يكون فخ لشخص آخر، يعني هالتحويل الجزيرة واستعمال شخصيات موب أوف ذا ديد وذنوبهم ليحولوا الجزيرة لبعد أبوثيكن، هاد كله مشان يكون فخ لشخص آخر اللي هو دكتور ريكتوفن. فاصل إعلاني سريع، هذا الفيديو برعاية لعبة سول كاليبر من أفضل ألعاب الفايتنج اللي نزلت بسنة 2018. وكمان حاب أذكر أنه في giveaway على فيجر خاص من اللعبة على حسابي على إنستغرام، شيك الرابط اللي بالوصف لتفوت بالgiveaway. My lord, I entreat thee to speak. I have done as you asked. The remaining three of the first four shall die by electric chair this evening, and soon after I shall join them. It will be glorious in this new realm, Lord, I have no doubt, but I confess, I am afraid. This form is weak and has taken to drink, but I do cling to it still. Please, grant me the strength to... Grant you the strength? Oh, you poor, pathetic wretch. I will grant you nothing until your death. You know this. Yes, yes, my lord, of course. My life is part of the disease, and the disease must be purged. I rejoice that day has come. But you are a base, disgusting creature that cannot help fearing for its own skin. It is not your fault. Thank you for saying so, my lord. Truth be told, I long for the miracle that will release me. That's a good lad. You have been an adequate servant. Therefore, you will continue to serve after the corruption. Such an honor for me. Not an honor. A purpose. Your life's sentence. Waiting for Dr. Edward Richtofen to walk into the trap. The doctor? I've heard mention of him amongst the Illuminati. What would you have of him? His blood holds great power. You will harness it all and open the way to the paradise below. I swear, my lord,
It will be done. And one more thing. Name it, my lord. Spare him no pain. Yes. Richtofen shall suffer. بعدين بنشوف بالضبط اللي قلت لكم عليه من شوي انه راح يتم اعدامهم. حكاله الحارس عم يحكي لشادو مان انه الثلاث شخصيات الباقيين سوف يتم اعدامهم الليله مثل ما حضرتك طلبت مني. هو شادو مان حكاله اعدمهم لهدول الثلاثه. بعدين بنشوف كيف تعامل الشادو مان او الشيطان مع البشر. عم يحكي له الحارس لشادو مان انه جسمي حاليا ضعيف، لو فينك تمنحني القوه لاكمل الخطه تبعي. بعدين شادو مان بيقعد يحكي له انت كائن مثير للشفقه، حشره فأر، وبيقعد يعني يستهزئ فيه قدر الامكان. والحارس يعني تم غسيل مخه بشكل كامل. عم يحكي له بعد كل التهزئه من شادو مان عبرد عليه الحارس شكرا مولاي، شكرا مولاي. بضل بيحكي له انت مخلوق قذر وهيك، قصده على الجنس البشري بشكل عام انه جنس قذر او شيء من هالكلام. وبعدين بنشوف انه شادو مان بيحكي له بعد ما يتم تحويل الجزيرة انت كنت حارس مطيع فراح خليك لخدمتي بعد هالكلام كله. فقصده انه بعد ما يقتل الاربع ويحول الجزيرة لبعد الابوثكن بعد موت الاربع وباستعمال ذنوبهم، وبعد ما يضحي بنفسه الحارس، رح نشوف كمان بالنهاية شو رح يصير فيه، بعد هالكلام كله رح تكون انت موجود لانك تخدمني. يعني بعدين بنشوف هذا الحارس رح يصير البروتوس اللي بيلحقنا ببلود اوف ذا ديد وموب اوف ذا ديد. بيروح برد عليه الحارس بيحكي له شكرا هذا شرف الي. برد عليه شادو مان لا هذا مو شرف، يعني مستهزئ فيه بشكل كامل ولسه قاعد يتبع اوامره ويمشي معاه، شيء غريب والله. المهم بيحكي له شادو مان انه مهمة حياتك او سبب وجودك انت حاليا على الارض او الوجود هو مشان تعلق دكتور ريكتوفن بهالمكان. هالكلام كله وتحويل الجزيرة وشخصيات موب اوف ذا ديد، هذا كله الاشياء كلها قاعدة تصير والتحويل العالم كله كله مشان يوقع دكتور ريكتوفن بهالمكان. برد عليه الحارس بيحكي له دكتور ريكتوفن سمعت الماثونية تكلموا عنه. مثل ما شفنا الحارس اول شيء كان قاعد يتعامل مع الماثونية، هم اللي قاعدين يعطوه اساليب السحر اللي قاعد يسويها. وحسب ما بنعرف من التايم لاين انه ريكتوفن كان مع الماثونية بوقت من الاوقات. بعدين بيحكي له انه ليش بدك ريكتوفن بالذات، شو المهم فيه. بيحكي له انه دمه فيه قوة خارقة. مثل ما نعرف دم ريكتوفن، ريكتوفن من اكتر الناس بالعالم الزومبي يلي سافر من ابعاد او استعمل التليبوتر، فدمه بيحتوي على عنصر 115 بشكل جدا كبير. فبالتالي فعلا دمه فيه قوة خارقة بيساعده على فتح بوابات لعوالم تانية. بيحكي له شادو مان دمه فيه قوة خارقة وبيساعدنا هالشي نروح للجنة السفلى او الجنة اللي تحت الارض. على كلام الشيطان او الاشياء الغريبة عن الزومبي، اللي ما يعرف تمثال الشيطان عند الماثونية مثل ما شايفينه هلا قدامكم، هاد تمثال الشيطان عند الماثونية وإله ايد اصبع لفوق اصبع لتحت، انه ومكتوب as above so below، مثل ما في فوق جنة مثل ما في تحت جنة تحت الارض اللي هي جنة الشياطين او شيء من هالكلام. وغير هيك بنعرف كمان انه شادو مان هدفه يقضي على الدكتور مونتي، انه صحيح هو دكتور مونتي شرير بس كمان شادو مان هدفه يقضي على الدكتور مونتي. فممكن قصده الجنة السفلى، قصده أغارثا اللي هي عالم دكتور مونتي اللي ما فيه أي مشاكل. بس ما أظن، لأنه بالنهاية إذا تم تكميل الدائرة بالنهاية رح يوصل لأغارثا شادو مان، بس ممكن بده يوصلها عن طريق كسر الدائرة مو عن طريق الدائرة مشان يروح أغارثا ويدمرها. لأنه مثل ما بنعرف بالعالم الحقيقي نظرية أغارثا بالعالمنا الحقيقي خارج عن الزومبي أنه هي مكان في باطن الأرض، هي هي أغارثا. وآخر شيء شادو مان بيحكي للحارس أنه بدي منك طلب أخير، عذب دكتور ريكتوفن قدر الإمكان، خليه يموت بألم وعذاب. ما بنعرف شو السبب ليش حاقد على ريكتوفن. بنعرف من وراء الكلام اللي كان يتكلمه مع شخصيات بريفيليشن انه ريكتوفن كان يتعاون مع الشادو مان، بعدين قلب عليه وصار يتعاون مع دكتور مونتي. فممكن هذا السبب اللي يخلي الشادو مان حاقد بشكل جدا كبير على ريكتوفن. The time has come. The sponge is wet on my crown. The cap screws tightened. The switch in my hand. Oh, I'm going to burn. Oh, the fools. They want justice for the toll I've extracted from this forsaken island. Sir, there's some men from the Bureau here. I stalled them as long as I could, but they're on their way to your office now. What do you want me to tell them? Justice? There is no such thing.
There's only the will of the Dark One. Okay. I'll just tell him you're not feeling so well then, yeah? Do as you wish. Run, hide, beg for absolution, and perhaps he will be merciful, as he has been with me. Shh. Do not weep, my dear warden. My lord, you're here. Of course, more or less. The threshold awaits, my friend. Yes. Yes, the threshold. One last flash of light, and the sun shall vanish into the sea. And the darkness? The darkness shall spread. Through every fiber of creation, it shall spread. Listen, I told you, he ain't here. Went to see some special doc on the mainland. You guys are wasting your time. I shall be its instrument. Oh, come on, guys, cut me a break. I shall bleed the chosen few. Better hurry. The gateway will open, and paradise will fall. Yeah. See there? What did I tell you? Nobody's home. Nothing here. وبعد ما تم اعدام ثلاث شخصيات شادو مان بيأمر الحارس انه يقتل حاله مشان تكمل الطقوس ويتم تحويل الجزيرة كلها لبعد من الابوثيكن. فمشان هيك بنشوف شو اسمه بحلغز بلاد اوف ذا ديد غرفة الحارس انه قاعد على كرسي كهربائي وميت. هذا هو حارس السجن وبيموته خلاص بتكمل الطقوس بعد ما قتل ثلاث شخصيات وقتل حاله بالكرسي الكهربائي. خلاص الطقوس بتكمل وبيتم تحويل الجزيرة كلها لبعد تابع للأبوثيكن وبيتم حبس شخصيات موب اوف ذا ديد بشكل كامل فيها. بيضلوا يموتوا ويعيشوا يموتوا ويعيشوا فيها ما لا نهاية. وحارس السجن اللي قتل حاله بصير هو بروتوس يلي بيلحقهم بموب اوف ذا ديد لحديت بموب اوف ذا ديد لما نكسر الدائرة وشخصية دويزل يقتل باقي الشخصيات. بالتالي بيضلوا علقانين ارواحهم موجودة بهداك المكان ودويزل بصير روح حرة كروح العصفور اللي بنشوفها بحلغز بلود اوف ذا ديد. بعد هالكلام كله لسه بشو اسمه بيضل البعد هاد موجود وتحكم شادومون أبوثكين كله موجود بهالبعد. وبالتالي لما يجي بعدين دكتور ركتوفن ببلود اوف ذا ديد لياخد انابيب الدم بيتم حبسه بهذا البعد لانه لسه تحكم الأبوثكين موجود بهالعالم موجود بهالسجن موجود بهالبعد. وبحل اللغز بعد ما تغير كتاب الكرونوميوم بنعرف انه لازم ركتوفن يقتل حاله. وباللغز بنشوف فعليا انه اخر شي ركتوفن دخل جوا الآلة وسحب دمه وبالتالي كسرنا الدائرة ورح نقضي على الدكتور مونتي. بس هذا كله من تحت تدبير الشادو مان. الشادو مان هو اللي مخطط لهالشي كامل من الصفر. هو اللي مخطط ليحول الجزيرة هاي بشكل كامل لتحكم الأبوثيكن عشان يحبس ركتوفن فيها لما يجي ويستعمل دمه او يحتاج دم ركتوفن. فما ادري نحن كسرنا الدائرة شفنا ركتوفن بعد المعركة العظمى اجا وحكى لنا كسرنا الدائرة وهلا رح نقضي على دكتور مونتي. بس من وراء الراديوهات هاي عم نشوف انه هاد كله من تدبير وخطة الشادو مان بالتفصيل انه رح يحتاج دم ركتوفن. شفنا اخر شيء انه ركتوفن دخل على الآلة وسحب دمه وحكى له انه عزبه او يعني اقتل ركتوفن بعذاب ما تخليه يرتاح. وهالآلة اللي عم تسحب دمه أظن ما في نوع عذاب موت قد آلة قاعدة تسحب دمك شوي شوي. ولو بتفكروا فيها شادو مان من مصلحته انه تنكسر الدائرة والشخصيات من مصلحتهم كمان انه تنكسر الدائرة. شخصيات من مصلحتهم تنكسر الدائرة لانه ما بدهم يضلوا يعيدوا نفس الأحداث ما لا نهاية إلى الأبد. وشادو مان دائما بنهاية الدائرة بيتم موته او يعني بيتم التغلب عليه وبالتالي هو كمان محصور بالدائرة نفسه. فهو شادو مان نفسه بده يكسر الدائرة. فممكن هو جهز هالكلام كله عشان يكسر الدائرة ويتحرر ويحاول يخدع الدكتور مونتي من خارج الدائرة. لأن حسب الوضع حاليا دكتور مونتي هو أقوى شيء. هو اللي حاصر الشخصيات الأربعة وشادو مان بالدائرة. يعني دكتور مونتي حاصر شادو مان بكبرة جوا الدائرة أو الحلقة المالانهاي. فكسران الدائرة رح تحرر شادو مان
يحاول يتغلب على دكتور مونتي ويحول عالم الأبوثكن. بنفس الوقت شخصيات الأربعة بدهم يكسروا الدائرة ليتحرروا. شيء معقد، ما أدري نفرح بكسران الدائرة لأن الشخصيات يتحرروا ويحاولوا يقضوا على دكتور مونتي، ولا لا لأنه كمان شادو مان تحرر، وأظن خطر شادو مان أكثر من خطر دكتور مونتي بألف مرة. فأتمنى يا شباب نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالكومنت شو آرائكم. قصة الزومبي رايحة لاتجاه جدا جدا حماسي صراحة، ما أدري شو رح يصير بالمستقبل، بس نستنى ونشوف. وإيه بس كان معكم بشركيال وبشركة كيش كوميديهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.